درسنا اليوم يا تالت قائمة إدراج. ما رح نأخذ الدرس كامل، رح نأخذ جزء منه. اليوم في قائمة إدراج رح نتعلم شو هي الشغلات اللي رح نقدر ندرجها في برنامج معالج النصوص. ماذا يمكن أن ندرج؟ يعني شو بنقدر نضيف على عنا على صفحة معالج النصوص؟ بنقدر نضيف صورة picture، أو بنضيف قصاصات فنية clip art، أو بنضيف أشكال. اليوم رح نتعلم هدول الشغلات الثلاث. كيف بنوصل لهم؟ بعد ما نفتح إحنا برنامج معالج النصوص تطلع عنا الشاشة الرئيسية للبرنامج. منروح على تبويب insert، شايفين هاي تبويب insert. في عندي هون picture الصور، وفي عندي clip art اللي هم القصاصات الفنية، وعندي shapes اللي هم الأشكال. خلينا نروح على برنامج معالج النصوص زي ما تعلمنا، start all program microsoft office، وبنختار microsoft word. بعد ما يفتح عندي البرنامج انا بدي اضيف في البداية صورة، لازم اروح على تبويب insert او ادراج. نيجي على insert اللي هي ادراج. انا بدي صورة، بختار picture، بضغط عليها، بروح وين ما بدي الصور اللي بدي اياها. هاي الديسكتوب عندي مجموعة صور، وبدي اعمل ادراج لصورة البرتقال. شايفين هاي انا عملت هيك ادراج لصورة. لنفرض انا بدي اغير حجمها، هيك كتير كبيرة. شايفين كيف لما تكون مفعلة ما بدي اضغط عليها، بدي اضغط مكان تاني، راحت الدوائر اللي حولها. لما أضغط على الصورة شايفين كيف صار دوائر فاضية بيضة هيك حولها. هدول الدوائر بقدر أستخدمهم أنا لحتى أغير على حجم الصورة. بلاحظ وجود هاي الدوائر، من خلالها يا بغير على العرض مثل ما كنا نغير على النوافذ، أو من القطري هذا بغير الطول مع العرض مع بعض. شايفين هاي صغرناها، شايفين؟ طيب طلعوا علي، أنا هلا بحاول أنقل الصورة على مكان تاني مو راضية. باجي على بضغط عليها مرتين متتاليتين، أو على تبويب فورمات لما أكون محددها بتفعل. وباجي على هذا الشكل، شايفينه؟ هنا بقدر اللي هي مجموعة ترتيب الرينج، شايفينها؟ بضغط عليها وبقدر أغير بمجموعة الترتيب. بحط سكوير مثلا، شايفين؟ بتصير عندي بتقدر تتحرك بشكل مربع، شايفين؟ بعد ما أدرجنا صورة، هلأ بدنا نتعلم كيفية إدراج قصاصة فنية. حكينا بنيجي على تبويب insert اللي هو إدراج، بنختار clip art، وبنيجي هون بيطلع لي صندوق حوار أو شاشة على الجنب، شايفينها؟ اسمها clip art. ببحث هون بديها، مثلا بحط طفل، تمام، وبعمل جو مشان ابحث. طبعا لازم يكون عندي انترنت لما ابحث بالقصاصات الفنية. بيطلع عندي قصاصات فنية، بيروح بشوف وين في عالنت اشي باسم طفل وبجيب لي اياه. بدي اضيف هاي الصورة، بضغط مرتين عليها او على السهم الموجود عندي، بعمل insert، تطلع عندي القصاصة الفنية. بتعامل معها كما بتعامل مع الصورة، بغير حجمها عن طريق الدوائر الصغيرة هدول، أو بغير على الترتيب تبعها، تمام، عشان أقدر أحركها. آخر إشي عندي اليوم بدي أعمل insert لشكل أو لشيبس. نيجي على insert، نختار shapes، بختار الشكل اللي أنا بدي إياه، هيدي أختار السمايل فيس. بيطلع عندي شكل زائد، شايفينها؟ يعني إنه جاهز يرسم لي الشكل اللي بدي إياه. بضغط بزر الفأرة الأيسر، مع استمرارية الضغط بسحب فبيطلع عندي الشكل، بكبر وبصغر بالسحب على زي ما بدي، تمام؟ أنا لما يتفعل عندي باجي على فورمات، على تبويب فورمات، أو بكبس دبل كليك بيطلع عندي على فورمات مباشرة. بقدر أغير
على مجموعة أشياء بالشكل. أولاً بقدر أنقل مكانه. شايفين كيف الشكل السهم تغير؟ صار عندي شكل رباعي. بضغط بزر الفأر الأيسر وبنقل الشكل وين ما بدي، يمين شمال لفوق، تمام؟ وشو شغلات تانية بقدر أغير على الشكل؟ بقدر أغير لون الإطار. شايفين على فورمات عندي الأوتلاين اللي هو الإطار، باجي بكبس عليه واختار شو اللون اللي بدي إياه، مثلا أحمر عشان يكون واضح. شايفين غيرت على لون الإطار، وممكن أغير برضه على حجم الخط الإطار، عريض شايفين أو رفيع. وهون بقدر أختار متقطع. هلأ لو بدي أغير على اللون، باجي على الشيب فيل وبختار اللون اللي أنا بدي إياه، شايفين؟ وبنقدر كمان نغير على المخطط التفصيلي، بنيجي على اللي هو خلصتها. هلأ يا تالت بدي تفتحوا لي على صفحة 55 ونشوف النشاط مع بعض. بحكي لك أنشئ ملف معالج نصوص جديد. أنا هلأ عندي أنشأت ملف معالج نصوص، بدي أرسم الأشكال المجاورة. افتحوا على الكتاب وشوفوا. بطلب مني أولا هذا الشكل، صفحة 55 هي رسمت هذا الشكل، شفتوا؟ رحت على insert على shapes واخترته. ثاني شكل حكينا insert على shapes، نختار المثلث. عندي طلع الزائد، بضغط بزر الفأر الأيسر وبستمر بالسحب ليوصل للحجم اللي بدي إياه. ثالث شكل عندي الدائرة، هي shapes وبدي أعمله دائرة. حاليا أنا رسمتهم بس ما غيرت هالألوان اللي بدهم إياها. بدهم أول شكل يكون الإطار أسود واللون أورنج. حكينا بنضغط عليه مرتين أو بنيجي على فورمات هون بنغير الأوتلاين اللي هو الإطار بدي إياه أسود، والشيب فيل اللي هو لونه بدي إياه أورنج، واضح؟ والمثلث بدي الأوتلاين أسود وبدي المثلث أصفر. جربوها بالبيت وبعتوا لي الصور. عندي هون بدي لونها يضل أزرق بس الأوتلاين أحمر. شايفين عملت نفس الأشكال. هسا بحكي لي حدد الشكل الأول بالنقر عليه، هاي حددناه. بنيجي على الفورمات هون بنختار شيب ستايل، هون الشيبس إفكت بالشيب ستايل شيب إفكت، شايفينها؟ بنختار الشادو. وشو التأثيرات؟ طلعوا أول إشي شكله بدون ما أحط الشادو، وبس أجي أحط الظل شوفوا كيف بتغير، شايفين؟ أو بعمل له خيال، شايفين؟ بختار أي شكل بدي إياه، هم ما حددوني، شايفين؟ عملت له خيال جانبي، شايفين؟ ما أحلى. نيجي هلأ بحكي لي حدد الشكل الثاني اللي هو المثلث، وتعال على الإيديت شيب، شايفينها؟ بنضغط عليها على كلمة change shape اللي هي تغيير الشكل. بقدر أنا نفس الشكل اللي عندي أغير الشكل لإشي تاني، خلينا نحطه شمس بدالها، شايفين؟ نفس التأثيرات اللي كانت فقط غيرت الشكل، شايفين لونه أصفر وإطاره أسود. مرة تانية edit shape change shape وبغير للسمايل مثلا، شايفين؟ هلأ بحكي لي اسحب الشكل الثاني فوق الأول، هاي خلي هيك شوي واضح معي، وبعدين اسحب الشكل الثالث فوق الثاني، هاي حطيتهم، شايفين؟ صاروا الثلاثة فوق بعض، بس خليت اطرافهم واضحة مشان يبينوا معكم. هلأ بحكي لي حدد الشكل الأول اللي كان عندي بالأخير، واضغط على bring forward اللي هي إحضار إلى الأمام، هاي شايفينها عندي وين؟ bring forward يعني خلي لي إياه للمقدمة، هو آخر واحد. بس أعمل bring forward صار عندي خطوة لقدام. كمان مرة bring forward صار أول واحد، تمام؟ بحكي لي، خليني أرجع أخليه بالوسط، بحكي لي حدد الشكل الثاني اللي هو السمايل، واضغط على send backward يعني ارجعه إلى الخلف، إرساله إلى الخلف، رجعناه للوراء،
تمام. بنرجع هاد لورا مثلا، شايفين رجع الى الخلف. هيك بيكون درسنا اليوم ان شاء الله خلص. المرة الجاي بنكمل درس قائمة ادراج. يعطيكم العافية.